خشب يقطع بآلة كهربائية، شيء مألوف. أما غير المألوف فهو أن يدين يانعتين تقطعانه. نور امرأة اقتحمت بالفطرة مهنة تعد حكرا على الرجال لتكون أول صاحبة ورشة للنجارة في بغداد، ورشة صغيرة في باحة منزلها تعمل فيها لتعيل عائلتها. جلسنا بجوارها لنعرف قصتها. أنا نور من بغداد، عمري 27 سنة، أمتهن مهنة النجارة. أنا أول امرأة عراقية تمتلك ورشة وتمتهن هذه المهنة. اللي ساعدني أنه تعلمت هذه المهنة بالفطرة أنه أنا أتفرج على ماما من أنا صغيرة، فصارت عندي هندسة بالفطرة، يعني أي جسم أي شكل أشوفه ممكن أقدر أصنع له كفر. واللي دعمني أكثر واللي شجعني أنه هاي الموهبة ما تضيع عندي واللي شجعني على هذه الهواية هو زوجي. قصة نور فيها فصول أخرى، فصول لا تتحدث عن النجارة وإنما عن امتهانها الخياطة والحداد أيضا، مهن تتفاخر نور بمعرفتها والعمل بها من أجل تحقيق أهدافها رغم التحديات. أنا بالأساس مو مهنتي فقط النجارة، بالأساس كانت خياطة، كنت كل اشتاقنتها على مستوى فساتين أعراس، فساتين مناسبات، هي ورثتها من أمي العظيمة، وأيضا أعرف في الحدادة شوية جزء من عندها أجزاء بسيطة. أنا دا أمتهن هذه المهن ودا أشتغل بها وإن شاء الله دا أحترف بها في سبيل أحقق أحلامي، في سبيل أحقق طموحاتي، أثبت ذاتي. نور النجارة والحدادة والخياطة هي أم لأربعة أطفال، تخصص وقتا لهم لتدريسهم واللعب معهم، تدرسهم وهي تطمح لإكمال دراستها التي انقطعت عنها منذ أن تزوجت. امرأة قررت أن تقتحم عالما غير عالمها لتعيل أسرتها. طموحها تعدى سقف ورشتها الصغيرة لتكون به مثالا للمرأة المكافحة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.